مر بنا في درس سابق أن الجلوس للتشهد في صلاة الفجر والجمعة والتراويح يكون متوركاً، فهل ما فهمته في هذه المسألة صحيح؟ يكون مفترشاً، يكون مفترشاً، هذا هو المشهور. وفيه قول آخر أن كل جلوس يعقبه سلام فإنه يتورك فيه، سواء كان في ثنائية أو غيرها، ولكن القول الظاهر أن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها جلوسان، جلوس أول جلوس ثاني. أما إذا لم يكن فيها إلا جلوس واحد فإنه يفترش، هذا هو الظاهر. نعم.